الزمالك بدايته قويه، فوز وكان فيه تعادلين على ما اظن في اخر 5 سنوات. السنه دي الزمالك مركز في البدايه، ومتهيألي كلام فريره كمان بيقول مش بس محتاج نعمل فوز، محتاج يعمل اداء يرضي الجماهير ويمتع الجماهير. رايك كيف الكلام ده؟ بالظبط اكيد، وعلى طول دايما بنشوف جمهور الزمالك الله بيطالب ان يكون في اداء ممتع داخل الملعب، مش بس ان انت تحقق الفوز بهدف او انت تحقق الفوز بصعوبه على الفريق اللي قدامك، بس برضه لازم بنبص على الاداء الفريق اللي قدامك برضه. اكيد مش داخل يعني برضه اكيد هو داخل عنده طموح ان هو يحقق نتيجه ايجابيه امام نادي الزمالك. احنا عندنا زي ما قلنا لحضرتك يعني السنين اللي فاتت اول 5 ماتشات مهمين جدا، الانطلاقه بتاعت 5 ماتشات مش مجرد المباراه الاولى بس. يعني تعمل سلسله انتصارات. ده اللي حصل فعلا على ذكر الانتصارات التتويج. والاهداف، سيراميكا جاب الجون دلوقتي دقيقه 15، ميدو جابر اول ربع ساعه ده اكيد هدف، يبقى كده الماتش زي ما انت قلت ماتش فيه ماتش قوي مفتوح. فيه اهداف مفتوح ما بين الفريقين ان شاء الله. بكره الزمالك يسجل في اول ربع ساعه باذن الله، بكره ان شاء الله. فاول 5 ماتشات الزمالك تحقيق الدوري، لما نيجي نبص في 2015 مع فريرا في اول 5 ماتشات، وبعد كده مع كارتيرون في اول 5 ماتشات، وال5 ماتشات الموسم الماضي برضو كل 5 ماتشات هتلاقي تعادل او خساره. كانت الموسم الماضي خساره امام النادي الاهلي في الجوله الثالثه، يعني امام اللي هو الغريم التقليدي والمنافس المباشر والاول ليك، بعد كده كله فوز، قدرت ان انت تحقق بقى بعد كده سلسله من انتصارات يعني قاده الفريق. لا قصدك ما اقدر لا اخد الشاره زي ما بنقول من الاول، اخد الرياده من الاول، افوز في اول 5 لقاءات، ابدا انا مسيطر، ابدا اصدر طاقة سلبية للناس اللي حواليا، عارفين ان الزمالك جاي بالزبط. يفوز فقط زي ما حصل في اخر 10 جولات الموسم اللي فات. بالظبط، بتدي ثقة، بتدي يعني دفع للاعبين ان هو يقدر يحقق بطولة الدوري. خلاص انت بتدخل زي ما قلنا دايما بنقول الفوز بيجيب فوز، بيجيب ثقة للاعبين ان هو قادر ان هو يحقق الفوز في المباراة اللي بعديها، وخلاص ما عندوش أي هدف تاني غير ان انت داخل عينك على ال3 نقاط بس هي اللي تقدر تحقق لك بعد كده التجميع، النقاط هو اللي بيحقق لك الدوري في نهاية المطاف.